عملية عسكرية واسعة في الساحل الغربي من تعز. العملية العسكرية التي انطلقت بإسناد من قوات التحالف حققت الكثير من الانتصارات، أهمها تحرير مديرية ذباب ومنطقة كهبوب الاستراتيجية وسط غارات كثيفة من طيران التحالف العربي. تأتي هذه الانتصارات وفقا لمصادر عسكرية في ظل خطة عمليات تهدف لتحرير الساحل الغربي لتعز، لتشمل تحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا في المحافظة. تتزامن هذه الانتصارات مع تقدم للجيش الوطني في مديرية جبل حبشي المحاذية لمديرية مقبنة، تمكن خلالها من تحرير منطقة العنين وتبة الجبيلية. تعد هذه الانتصارات العسكرية في نظر خبراء عسكريين ضربة قاسمة لميليشيا الانقلابيين، حيث تشكل ذباب موقعا استراتيجيا مهما كونها تقع في تعز وتطل على شاطئ البحر الأحمر وتشرف في ذات الوقت على باب المندب وجزيرة ميون. وبسقوط ذباب بيد الشرعية تفقد سلطة الانقلاب قدرتها على التحكم بأحد طرق الإمداد لميليشياتها بتعز، فيما تبدو الطريق ممهدة لسيطرة الجيش الوطني على مدينة المخا الاستراتيجية.